Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Welcome po ulit sa aking channel, alhamdulillah. Meron pong bagong, bagong high-tech na gamit ang Saudi Arabia sa pag-monitor dito sa kanilang bansa, lalong-lalo na sa traffic, sa mga violators, traffic violators. So, tingnan po natin, ito po. نظامنا يا جماعة ذكي جدا وهذا شيء مشرف ويزيد نسبة الأمان اللي الله من علينا فيه في بلاد الحرمين. شوف هذا النظام اللي هو تعرف على وجهه، شوفوا كيف طريقته. أوكي مش مشكلة، خلينا نجيبه هنا عشان يصير واضح. شوفوا كيف يجيب يشوف تحديد دقنك، أنت محدد سكسوكة ولا دقن ولا ديرتي، يجيبك كل هذه اللي تشوفونها مرصودة، كل شيء مرصود. حزام أمان هذا اللي كلاء فلوسي وأنا أستاهل لأني إنسان مو بنظامي، فإن شاء الله الفترة الجاية نصير نظام. شوفوا يجيبك رابط حزام ولا لا، ما في لعب هنا. شوفوا كل شوف هذا الطفل، طبعا هذا الأطفال اللي ما يحطون أطفالهم في الموقع الصحيح وفي الكرسي المخصص لهم. هذا وشو؟ مخالفة الوقوف الخاطئ، نعم صح. هذه شوفوا توقف غلط مني يجيبونك يا أبوي، ما في لعب. والله شكرا لكم والله العظيم.